شكرا السيد الوزير المحترم على التوضيحات. نتمنوا في القريب العاجل السيد الوزير ان 75 ديال دور الشباب اللي قد ما اشتغلت تشتغل. صحيح انا متفق معكم السيد الوزير، كاين اكراهات، كاين ضعف ديال الموارد البشريه، كاين ايضا بعض دور الشباب اللي خصها تاهيل في القريب العاجل، خاصنا نقلبوا على شركاء، جامعات محليه، دور الشباب الى غير ذلك. بالمقابل السيد الوزير بغيت نحيل لكم على ملف اخر هو ما يتعلق بدور الشباب. صحيح ان عندنا دور الشباب لا تشتغل، ايضا عندنا خصائص كبير خصوصا في العالم القروي، وانا غنتكلم على قيم سيدي في السيد الوزير اللي في 13 جماعه محليه، يلا عندنا حتى الجامعات اللي فيهم دور الشباب ودور الثقافه. وكنتكلم اليوم على مركز السعادة في هذا الاقليم على سبيل المثال جامعه تيغزا، يمين فاس، جامعه تيب درس، سيدي عبد الله بالعيد، ايترخا، يب درس في نابوري الى غير ذلك. انا كنأكد لكم السيد الوزير هذا الغياب ديال الموارد البشريه في الاقاليم الاخرى في اقليم سيدي فني ان شاء الله غادي يكون الموارد البشريه ان شاء الله، ونلتزموا ان شاء الله انه الجامعات يوفروا الموارد البشريه. ايضا عندنا جمعيات تشتغل، عندنا ايضا شباب يبدع وقد انه يدبر دور الشباب اللي كاين على مستوى الاقليم سيدي افني، لان عندنا دائما شباب نشيط ودائما كيصنع المسارات. نتمنى منكم السيد الوزير في القريب العاجل انكم تلقاو حل ان شاء الله لانشاء هذا الدور، لانها في هذا الدور ديال الشباب ودور الثقافه في هذه الخصوصيه ديال هذه الاقاليم القرويه اللي هذا الشباب خصو يبدع فيها. وشكرا. شكرا سيد النائب.